كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الزمالك في القمه رقم 122. طبعا مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 43. الفتره الاخيره طبعا النادي الاهلي كان فرض نوع من السريه على تدريبات النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عمل معسكر مغلق استمر ليومين وفرض فيها نوع من السريه، يعني كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص ان هو يكون متواجد مع اللاعبين ويدي رسائله للاعبين. عندنا مرحله مهمه جدا ويعني مباراه صعبه جدا، بدا من مباراه الزمالك ثم مباراه الذهاب امام فريق سان داونز ثم مباراه الاياب وايضا مباراه كاس السوبر الافريقي. اقدر اقول لك النهارده واحنا يعني متواجدين مع الفريق حاله من الجديه والتركيز على لاعب النادي الاهلي بتفرض نفسها في هذا اللقاء، مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيعي قيمه هذه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وايضا لاعبي النادي الاهلي عارفين قيمه هذه المباراه بالنسبه للجماهير وانها خطوه مهمه جدا بتقرب النادي الاهلي ان شاء الله من القمه بتاعته ان يعود للقمه ان شاء الله. يعني لو بيقرب طبعا النادي الاهلي بيدخل اللقاء ورصيده 40 نقطه بينما نادي الزمالك 44 نقطه، خطوه مهمه جدا قبل ما الاهلي يخوض اللقاءين المؤجلين. اقدر اقول لك ان في جلسات ثنائيه النهارده، انت عارف يعني فتره الصيام كان في وقت اطول للاعبين يبقى في جلسات ثنائيه ما بين اللاعبين. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم مع كل لاعب على الانفراد، جلسه يعني استمرت لاكثر من نصف ساعه جمعت ما بين مستر بيتسو موسيماني ومحمد مجدي قفشه وبحضور الدكتور عمرو محب بيدي بعض التعليمات لمحمد مجدي قفشه وكيفيه استغلال يعني قدرات وامكانيات قفشه ان شاء الله واحد من الاسلحه المهمه جدا للنادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا التدريب الاخير للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني بيحاول يركز اكتر على الكرات الثابته، انت عارف في الضيق الوقت وان الفتره قصيره جدا اشتغل مع اللاعبين على الكرات الثابته وتنفيذ بعض الجمل ان شاء الله اللي هنتمنى نشوفها ان شاء الله في هذا اللقاء. ثم كان في محاضره فنيه النهارده لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه الخامسة والنصف استمرت لاكثر يعني من 45 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني حريص جدا ان هو يعني يركز على كل امر وان اللعيبه كلها تستوعب الكلام اللي هو عايز يقوله ويوصل فكره للاعبين. يعني كان بعض لقطات الفيديو كان عرضها الفريق الزمالك وبعض نقاط الضعف في فريق الزمالك قدر ان هو يقف عليها. بعد انتهاء المحاضره شفنا حاله من الجديه والتركيز على وجوه اللاعبين، اللعيبه مصممه ان شاء الله انها تحقق نتيجه ايجابيه في هذا اللقاء. طبعا الاتحاد المصري كان اعلن طاقم تحكيم لقياده هذا اللقاء بقياده الحكم الدولي امين عمر بيعاونوا يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح واحمد الغندور حكم رابع، اثنين لتقنيه الفيديو محمود عاشور ومحمود بسيوني. من المقرر طبعا يا كابتن ايمن انت عارف ان المباراه مباراه النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي هيظهر بالزي الرسمي للنادي الاهلي. احنا خلال لحظات هيكون تحرك فريق النادي الاهلي لاستاد القاهره الدولي اللي هيستضيف احداث اللقاء. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.